أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. يخطئ من يظن أن الهجمات الإرهابية الناصبية التي توجهت نحو مراقد أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا القرن الأخير، يخطئ من يظن أن هذه الهجمات هي وليدة فكر متطرف جديد. هنالك بعض الإخوة يتصورون أنه حينما وقع الهجوم الغادر على مرقد الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما، يتصورون أن هذه حالة مستجدة، كأن الأمر لم يكن معهودا عند أهل الخلاف أن يفجروا أو يهدموا مراقد عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. غاية ما هنالك أنه هنالك فكر وخابي متطرف، هذا الفكر الوخابي لم يسبق له إلا أن هدم مراقد أئمة البقيع صلوات الله عليهم قبل نحو 80-85 سنة، وهذه الحادثة الثانية التي وقعت على مرقد الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما. يعني التصور الموجود أنه شيء جديد لا يتعدى عمر هذه الحوادث 100 عام على أكثر تقدير، هذا التصور تصور خاطئ. من يطالع التاريخ يجد أن مراقد أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم والعتبات المقدسة تعرضت على مر التاريخ إلى هجمات وحشية من النواصب والمعادين لأهل البيت وأهل الخلاف من أجل هدم هذه الأعلام وهذه العلائم والمعالم الموجودة على الأرض. أسفوا أنهم لم يشتركوا في قتل آل محمد صلوات الله عليهم في حياتهم، ولهذا توجهوا إليهم بعد مماتهم في مدافنهم. أنا هنا أنقل حادثة تاريخية انتقيتها من أحد مصادر أهل الخلاف المعتبرة في التاريخ، توضح لنا هذه الحادثة أن مسلسل الهجوم على المراقد الشريفة والعتبات المقدسة هو مسلسل قديم قديم، وأن هنالك من أراد
أن ينبش قبور أهل البيت صلوات الله عليهم. لولا لطف الله عز وجل ولولا حماية المؤمنين بأرواحهم ودمائهم لهذه العتبات المقدسة. هنالك كتاب معتبر عند أهل الخلاف في التاريخ اسمه كتاب الكامل في التاريخ، كتاب جيد، وإن كان طبعا هو يعني ينقل التاريخ البكري حسب ما هم يعتقدون به، لكن فيه كثير من الموارد التي هي عبارة عن حقائق مذكورة في هذا الكتاب. هذا الكتاب لأحد علمائهم واسمه ابن الأثير، شهير بهذا الاسم، هو ابن الأثير، وهناك أخوان باسم ابن الأثير كلاهما فقيهان محدثان إلى آخره. هذا ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ في الجزء التاسع في الصفحة 576 يتحدث عن أحداث سنة 443 من الهجرة النبوية الشريفة. فماذا يقول؟ يقول: في هذه السنة في صفر تجددت الفتنة بين السنة والشيعة وعظمت أضعاف ما كانت قديما. يقول في شهر صفر من هذه السنة تجددت فتنة عظيمة بين من يسميهم السنة وبين الشيعة. طيب، ما هو السبب وأين وقعت هذه الفتنة وما الذي حصل وما هو سببها أصلا؟ بس هذه الفتنة التي وقعت ما هي سببها؟ هل لأنه مثلا جماعة من الشيعة قاموا على منابرهم بلعن أبي بكر وعمر وعائشة مثلا فسبب هذا الأمر هذه الفتنة، سبب أن أهل الخلاف يعني يستفزون بذلك فوقعت هذه الفتنة؟ فلنقرأ. قال: وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السماكين وأهل القلائين في عمل ما بقي من باب مسعود. مدينة بغداد كانت لها أبواب معروفة في ذلك الزمان، فكل أهل محلة أو منطقة من مدينة بغداد الكبرى كانوا يقومون ببناء أبواب وأسوار وما أشبه. أهل الكرخ كانوا قد قاموا ببناء باب يسمى باب السماكين، وأهل القلائين وهم من المخالفين، أهل الكرخ كانوا من المؤمنين من الشيعة، وفي المقابل أولئك كانوا أيضا يرممون باب مسعود ربما بسبب الفيضانات أو ما أشبه. يقول: ففرغ أهل الكرخ وعملوا أبراجا، أبراج للأبواب، كتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير البشر، وأنكر السنة ذلك وادعوا أن المكتوب محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر. يقول: الشيعة حينما انتهوا من بناء ذلك الباب بنوا له أبراجا وتبركا كتبوا هذه العبارة: محمد وعلي خير البشر، ولا شك أنهما صلوات الله عليهما وآلهما خير البشر. المخالفين أنكروا ذلك، قالوا: مو فقط هذا هو المكتوب، المكتوب محمد وعلي خير البشر، ومن أبى، فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر. طيب، ما هي المشكلة في ذلك؟ على فرض أنهم كتبوا هذه العبارة، يقولون: لا لا نقبل، تقولون محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر، نحن نأبى. يعني شنو؟ نحن كفار؟ نحن نأبى أن محمدا وعليا خير البشر،
أما بالنسبة إلى علي فنقول هو ليس خير البشر بعد رسول الله، وإنما من بعده أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء يقدمونهم على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ومن المهازل أن يقاس بعلي بن أبي طالب أمثال هؤلاء الذين لا يساوون ذرة من تراب عليه. يعني إذا أردنا أن نشرف أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وخلفائهم وصحابتهم، إذا أردنا أن نشرفهم نقول هؤلاء ذرة من تراب نعال علي، إذا هكذا أردنا أن نشرفهم، وإلا هم لا يساوون أصلاً حتى ذرة. أما بالنسبة إلى علي فيقدمون عليه أمثال هؤلاء. أما بالنسبة إلى رسول الله فأيضا يقدمون عليه آخرين. الناس تتصور أن المخالفين يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله خير البشر، لا أبدا. اقرأ صحاحهم، اقرأ صحيح البخاري، تجد أنه بالنص يقول بأن رسول الله ليس خير البشر، هنالك من هو أفضل منه. من هو؟ النبي موسى بن عمران صلوات الله عليه. ينسبون، وضعوا حديثا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث مكذوب موضوع، مفاده أنه صلى الله عليه وآله يقول لا تخيروني على موسى. ويأتي الألباني وغير الألباني وبعض علمائهم يقولون بمقتضى هذا الحديث رسول الله ليس أفضل من موسى، فإذا موسى أفضل من رسول الله. حديث آخر عندهم من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وفي لفظ آخر من قال محمد أفضل من يونس بن متى فقد كذب، يعني النبي يونس عليه السلام أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا ما هو السبب في أمثال هذه الروايات؟ من أين جاءت هذه الروايات المكذوبة الموضوعة على رسول الله؟ جاءت من اليهود. اليهود من خلال كعب الأحبار اليهودي لعنة الله عليه، هذا الرجل الذي سبق وتحدثنا عنه مفصلا أنه كان زعيما لليهود في اليمن، هذا كعب الأحبار في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان معاصرا لرسول الله، رغم ما بلغه وما وقف عليه من معاجز رسول الله ودلائل صدقه وبراهينه لم يؤمن برسول الله، كان جاحدا معاندا. استشهد رسول الله، جاء أبو بكر، ظل هذا الرجل على يهوديته، هلك أبو بكر. بمجرد أن جاء عمر بن الخطاب إلى الحكم وإذا بهذا الرجل فجأة يعلن أنه قد أصبح مسلما، والطامة الكبرى عمر بن الخطاب يستدعيه إلى عاصمة الإسلام إلى المدينة النبوية الشريفة، وهناك يعينه في منصب المرشد الديني للمسلمين. كان يجلس في مسجد رسول الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويحدث بالأحاديث الإسرائيلية، يفشي عقيدة اليهود بين المسلمين. عمر أصدر قرارين، القرار الأول ممنوع منعا باتا أي واحد من المسلمين يقول قال رسول الله، يا ويله اللي يحدث يقول قال رسول الله سيتعرض إلى عقاب شديد، وبالفعل عاقب أناس ضربهم لأنهم أصحاب رسول الله، كانوا قال رسول الله كذا، علمنا كذا، ممنوع، حسبنا كتاب الله، ماكو حديث رسول الله أبدا. هاي القرار الأول. القرار الثاني ما هو؟ كعب الأحبار اليهودي هذا هو المرجع الديني الأعلى،
اخذوا منا تعاليم الدين، فهذا يحدث كيف ما يشاء. أما أصحاب رسول الله فممنوعون من التحديث عن رسول الله. النتيجة التي وقعت بسبب هذا الأمر ما هي؟ أحاديث يهودية منتشرة ألصقت فيما بعد برسول الله، والسنة رسول الله دفنت. هذا هو السبب. كعب الأحبار اتخذ له جمعا من المنافقين والفاسقين الذين يبجلهم أهل الخلاف ويعتبرونهم صحابة وعدول، هؤلاء اتخذهم كتلامذة له وجعلهم يكتبون أحاديثه وتعاليمه وينسبونها إلى رسول الله. واحد من هؤلاء كان ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب. واحد من هؤلاء كان عبد الله بن عمرو بن العاص. واحد من هؤلاء كان أنس بن مالك. واحد من هؤلاء كان معاوية. واحد من هؤلاء كان أبا هريرة. هؤلاء تلامذة لليهود، عملاء لليهود، هودوا الدين الإسلامي. هذا الذي وقع. من تلك المؤامرة، من ذلك التهويد، نشأ الدين البكري، أي مذهب المخالفين. هذا أصول جذور يهودية، وإلا أي إنسان مسلم لا شك أنه يفترض أن يكون مؤمنا بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خير البشر، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين. فلما تجد أنت في أصح كتبك كالبخاري أنه هذا الأمر غير صحيح والعكس هو الصحيح، رسول الله مفضول بالنسبة إلى آخرين وإن كانوا أنبياء، إذن يجب أن ها هنا تتوقف وتقول هنا مؤامرة، هنا مؤامرة على رسول الله، مؤامرة على الإسلام. كيف هذا الاعتقاد الواضح ينقلب بهذا الشكل؟ هذا معناه أنه تدخل يهودي، وهاي مشكلتنا مع المخالفين، يتهموننا بما هو فيهم. يقولون أنتم اللي أسسكم واحد يهودي، عبد الله بن سبأ، شخصية أسطورية خرافية أصلا لا وجود لها، هم علماءهم يقولون أسطورية خرافية لا وجود لها. في المقابل الحق هو أنهم هم الذين أسسهم اليهود، يقولون أنتم المجوس، والحال أن صلاتهم كاشفة عن مجوسيتهم حينما يصلون بالتكفير بقبض اليدين، هذه صلاة المجوس. المجوس هكذا يصلون إلى النيران، كان هكذا يقفون أمام النيران. فأينا المجوسي، أينا اليهودي، كيف تحكمون يا قوم؟ على أي حال، أهل الخلاف في بغداد في ذلك التاريخ سنة 443، يعني قبل 1000 عام، أنكروا هذا الأمر. ليش تكتب محمد وعلي خير البشر؟ من قبل؟ مع أنه الشيعة ماذا كتبوا؟ محمد وعلي خير البشر فقط، ما جاءت تلك الزيادة، مع أنه للعلم هنالك أحاديث في هذا المعنى وردت حتى في مصادرهم. ارجعوا إلى ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، واحد من كبار علماء المذهب الحنفي، هو يروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، واللي ما يعجبه يخبط راسه بالحائط، شو نسوي له؟ هو رسول الله هكذا حكم، أما ما يقبل حتى أحاديث رسول الله لا يقبلها، مع أنه من يرويها؟ علماؤه. ماذا نقول للكافي الشريف روى هذه الرواية؟ نقول لك مصادرك أنت تروي علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، ما يقبل. على أي حال، وأنكر أهل الكرخ الزيادة حينما اتهمهم أهل الخلاف في بغداد بأنهم زادوا على العبارة محمد وعلي خير البشر، وضعوا معها فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر. أهل الكرخ قالوا نحن لم نكتب هذه الزيادة، الموجود فقط محمد وعلي خير البشر، ما هو إشكالكم؟
قال وأنكر أهل الكرخ الزيادة وقالوا ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا. إحنا في كل مساجدنا نكتب هاي العبارة بماء الذهب، فما اختلفت عادتنا، لما الآن تثور ثائرتكم؟ يعني ما هي المشكلة؟ فأرسل الخليفة القائم بأمر الله، الخليفة العباسي، أبا تمام نقيب العباسيين ونقيب العلويين وهو عدنان بن الرضي لكشف الحال وإنهائه. الخليفة العباسي أرسل نقيب العباسيين ونقيب العلويين حتى يحققوا في الأمر ويرون أنه ما هي المشكلة، وهل حقا أن الشيعة أصحاب المشكلة أم مخالفوهم. يقول فكتبا بتصديق قول الكرخيين، بعدما حققوا كتبوا إلى خليفتهم بأنه لا الحق مع أهل الكرخ، فقط الذي كتبوه محمد وعلي خير البشر، الزيادة غير موجودة، فهذا كان بهتانا وافتراء من مناوئيهم. فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم بكف القتال فلم يقبلوا. يعني شنو يعني صار قتال؟ يعني أشهروا سيوفهم على شيعة أهل البيت في الكرخ بسبب ماذا؟ ما هي جريمتهم؟ والله كتب محمد وعلي خير البشر، شوف شلون جريمة، يقتل الناس على هذه الكلمة، على هذه العبارة. ماذا يضرك؟ إيش عندك مع محمد وعلي اللي هالدرجة تكرههم وما تتحمل ذكرهم؟ إيش عندك؟ إيش عندك مع أهل البيت؟ إلى اليوم هاي الحالة موجودة فيهم. خلي واحد الآن يقف في منابرهم في مساجدهم يتحدث بفضائل أهل البيت صلوات الله عليهم ومناقبهم ويخصص حديثه في هذا الجانب، انظروا ماذا يصنعون به. واحد من مشايخهم كان عندنا في الكويت، هذا كان عنده برنامج تلفزيوني، ذات مرة خصص بعض أحاديثه للحديث عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، بيان فضائلهم مناقبهم، صدرت فتاوى ضده أنه منحرف وزنديق وما أدري كذا وكذا. ليش؟ بدأ يترفض يتحدث عن فضائل أهل البيت، هذا صار رافضي. هذا فكتبا بتصديق قول الكرخيين فأمر حينئذ الخليفة بكف القتال فلم يقبلوا. وانتدب ابن المذهب القاضي والزهيري وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصمد بحمل العامة على الإغراق في الفتنة. هؤلاء فقهاؤهم ورموزهم كانوا، يقول أنه كانوا يحرضون عامتهم على الإغراق في الفتنة، يستمرون في الفتن، إلى أن يقول وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة. رئيس الرؤساء يعني وزير الخليفة، يقول تشدد على الشيعة يعني ضغط عليهم. بماذا؟ وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا خير البشر وكتبوا عليهم السلام، مع أنه لا جريمة من قبل الشيعة ولا ذنب لهم، وهذا حقهم في منطقتهم، هم كتبوا محمد وعلي خير البشر، افتروا عليهم، قالوا هنالك زيادة، ثبت بالتحقيق أنه ليست هنالك زيادة في العبارة، مع ذلك رئيس الرؤساء وزير الخليفة ضغط على الشيعة أنه ما يخالف، أنتم هم اقبلوا، امحوا خير البشر، اكتبوا محمد وعلي فقط وأتبعوهما بعليهم السلام، بس محمد وعلي عليهم السلام. الشيعة هم قبلوا وتنازلوا، حذفوا خير البشر، بعد شو تريدون أحسن من هذا؟ يعني إلى هالدرجة تنازلات، أنتم البادئون مع ذلك قبلنا، قتلتمونا رضينا، قلتم احذفوا خير البشر هم حذفنا، شو نسوي بعد أكثر من هذا؟ مع هذا أهل الخلاف لم يقبلوا. لاحظوا، وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا خير البشر
وكتبوا عليهما السلام، فقالت السنة: لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي عليه محمد وعلي، وأن لا يؤذن بحي على خير العمل. هاي الحجر اللي مكتوب عليه كلمة محمد وعلي يجب أن تقتلع، تقتلع، لا نرضى إلا بذلك. ونضع شرطا آخر إمعانا في البغي والظلم والاعتداء، أذان فيه حي على خير العمل ما نقبل، لا تأذنوا بحي على خير العمل. وامتنع الشيعة من ذلك، الشيعة بعد ما قبلوا كل هذه تجاوزات، إلى متى التنازل؟ وامتنع الشيعة من ذلك، ودام القتال إلى ثالث ربيع الأول، يعني من شهر صفر إلى ثالث ربيع الأول القتال مستمر وسفك الدماء مستمر. كل سبب شنو؟ محمد وعلي خير البشر. الله أكبر، شنو التهمة هاي العظيمة اللي تسبب كل هالمجازر؟ شنو هالجريمة هاي اللي ارتكبها الشيعة لأنه كتبوا أسماء النبي صلى الله عليه وآله والوصي صلوات الله عليه؟ كل هذا بسبب هذا الشيء. ودام القتال إلى ثالث ربيع الأول، إلى أن يقول: فلما كان الغد كثر الجمع. شوف تطورات القتال، يعني قتلوا الشيعة ما اكتفوا بذلك، توجهوا إلى نفس الإمامين المعصومين موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد صلوات الله عليهم. انظر الآن، شوف المآسي التي كانت تقع. فلما كان الغد كثر الجمع، يعني جمع المخالفين، جهزوا جيشا عظيما، جمعا عظيما، فقصدوا المشهد، يعني مشهد موسى بن جعفر، حرم موسى بن جعفر، وأحرقوا جميع الترب والآزاج، واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي الجواد، والقبتان الساج اللتان عليهما. كل هذا حرقوا. الله أكبر، اليهود لا يصنعون هذا، اليهود ما صنعوا هذا، الملحدون لم يفعلوا هذا بأهل البيت، الكفر لم يفعلوا هذا بأهل البيت. أنتم شنو مشكلتكم؟ تدخلون على حرم موسى بن جعفر، تحرقون ضريحه وضريح حفيده الجواد، وتحرقون القبتين، لما كل هذا؟ كل بسبب أنه الشيعة كتبوا في الكرخ محمد وعلي خير البشر، بس هو هذا. إلى أن يقول: فلما كان الغد، حتى هذا ما أكتفوا، هسه حرقتوا الحرم، اعتديتم على حرمة عترة نبيكم، مع هذا لم تكتفوا، يريدون النبش قبري الإمامين صلوات الله. شوف شوف، فلما كان الغد خامس الشهر، يعني خامس ربيع الأول، عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل. إلى هذه الدرجة. فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر، الحيطان هدمت لأنهم اعتدوا في المرة السابقة على الحرم الشريف فهدموا وحرقوا، فحسب كلامه: فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر، فجاء الحفر إلى جانبه، يعني حفروا إلى جانب القبرين الشريفين، وإلا لو كانوا قد حفروا في هذين القبرين الشريفين فعلى حسب عقيدتي المفروض يجدون الإمامين صلوات الله عليهما وينبشوهما. شوف الحقد والتعنت، هذا فكر متأصل مع الأسف، لا تتصورون أنه فكر جديد، هذول جماعة وهابية تأسسوا قبل 100-200-300 سنة والآن جايين هذول يحرقون ويهدمون مراقد أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. لا، القوم أبناء القوم، هذول أحفاد أولئك،
ما يتحملون حتى مجرد ذكر أهل البيت صلوات الله عليه. ذكر أهل البيت ما تحمل. شوف شنو ماذا صنعوا لمجرد أنه كتب محمد وعلي خير البشر. هذا الفكر وإن كنا نرى بأنه متأصل فيهم عبر سنين، لكننا مع هذا نقول إن الحل في مواجهة هذا الفكر التدميري الناصبي الوحشي الإرهابي، الحل هو في هذا الأمر، ليس بمواجهة جمهور أهل الخلاف بالسيف أبدا. نعم الإرهابيين هؤلاء يواجهون بالسيف لأنهم أشهر السيوف، القاتل يقتل هذا شيء معروف، القصاص ثابت. الكلام مع جمهور المخالفين، شوفوا يا أخواني مشكلتنا مع أهل الخلاف ما هي؟ الصوت العالي عندهم هو صوت المتطرفين، عوامهم عامتهم منقادون إلى أولئك، إلى أولئك المتطرفين، منقادون إلى علمائهم المعادين لأهل البيت صلوات الله عليهم، وإن أظهروا نفاقا أنهم يحبون أهل البيت. كنموذج واحد مثل القرضاوي مثلا، هذا القرضاوي اللي كان على أساس يعني يفترض العاقل منهم يعني المعتدل فيهم هو هذا القرضاوي، والذي يريد وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية إلى آخره. رأيتم في هذه الأشهر الأخيرة كيف انكشف على حقيقته، كيف ثارت ثائرته ضد الشيعة والتشيع، والآن هم جايب لنا مصيبة جديدة هالأيام إذا سمعته أم لا، أنه مصرح بأنه فتوى الشيخ محمود شلتوت اللي هو كان شيخ الجامع الأزهر في زمانه، أصدر فتوى معروفة بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، عنده هكذا فتوى، وأنه يجوز للمسلمين أن يتعبدوا بهذا المذهب وأعمالهم صحيحة، مو واجب أن يتعبدوا بمذهب أحمد بن حنبل وشافعي ومالك بن أنس وأبو حنيفة ومن أشبه، لا هذا مذهب أهل البيت هم جائز. فهذه فتوى معروفة مشهورة منشورة في كتب متعددة، تلامذة هذا الشيخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر يشهدون بذلك، وثقوها في كتبهم، صورة الفتوى موجودة، ختمه موجود على الفتوى، إمضاؤه موجود على الفتوى، هذا جاء آخر شيء. هكذا يعني كأنه يتصور كل الناس بهايم أجلكم الله ما يفتهمون، اللي جاء ويدعي بأنه أصلا هاي الفتوى لا وجود لها، أصلا هاي الفتوى لا وجود لها، لا أبدا الشيخ شلتوت ما أفتى بهكذا فتوى، وردوا عليه، طبعا ردوا عليه حتى من قومه، ردوا على أنه لا هاي فتوى موجودة، ليش تنكر الحقائق؟ يعني ليش هذا العداء؟ المخالفون مع الأسف منقادون إلى هؤلاء، منقادون إلى هذا القرضاوي، منقادون إلى ابن باز، منقادون إلى الألباني، إلى هذا آل الشيخ، هؤلاء، وهؤلاء يسممون عقولهم دائما ويبعدونهم دائما عن أهل البيت صلوات الله عليه، ويؤصلون فيهم هذا الفكر التدميري لا شك. حتى قبة رسول الله صلى الله عليه وآله، هل تعلمون بأن الوهابية عندهم فتاوى من كبار علمائهم ابن جبرين على ابن عثيمين على ما أدري من هؤلاء الزبل أجلكم الله، هؤلاء عندهم فتاوى أنه قبة رسول الله يجب أن تهدم شرعا، يجب أن تهدم، وقاموا بضغط على آل سعود من أجل أن يهدم القبة. آل سعود يقولون نحن لا نتمكن، لأنه إذا نهدم القبة بعد العالم الإسلامي كله يثور علينا، لا نتمكن. يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرمة له عندهم، ألم يقل قائلهم عصايا هذه خير من محمد؟ انظروا إليهم كيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف بعترته؟ كأنه والله لما أشاهدهم أشاهد مشركي قريش، شلون كانوا مشركي قريش معادين للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ويكرهونه، هكذا والله لما أنظر إليهم
أشاهد صورهم أو تلفزيون أو ما أشبه أشعر بهم هكذا، كأني أرى أبا جهل أمامي، كأني أرى أبا سفيان، كأني أرى هؤلاء الطغاة عتاة قريش، هؤلاء أحفادهم. فمشكلتنا مع المخالفين هي هذه، أنه هؤلاء مع الأسف جمهور المخالفين للعلم، وأؤكد أكثر من مرة، جمهور المخالفين ليسوا متعصبين، بالعكس حسب التجربة الواقع أثبت أنه جمهورهم مخدوع مضلل مساكين حقيقة يحتاجون إلى إشفاق منا. واحد لازم فقط يزيل هذه الغشاوة من على أعينهم، يكشف لهم أنه كبراؤكم علماؤكم هم الذين يبعدونكم عن سواء السبيل، هم الذين يبعدونكم عن منهج عترة رسول الله، هم الذين أوقعوكم في هذه المهالك، هم الذين ألصقوا بكم تهمة الإرهاب. الآن وين ما تروح بالعالم يقول لك مسلم، وخصوصا إذا مسلم بكري يقول هذا إرهابي، لأنه بدأت المجتمعات الغربية الآن تميز بين المسلم البكري اللي هم يطلقون عليه سني وبين الشيعي. الشيعي لا، يقولون هذا ما يؤمن بالعنف، ما يؤمن بالإرهاب، ما يؤمن بالتفجير والقتل. أما أولئك فلا. انظروا إلى أين وصلتم بسبب هؤلاء. هؤلاء نحن نحتاج إلى أن نتحرك من أجل استنقاذهم من هذه الضلالة، استنقاذهم من هذه الحيرة. نبصرهم بأهل البيت صلوات الله عليه، وهذه وظيفتنا. لاحظوا إمامنا الرضا صلوات الله عليه ماذا يقول. يقول صلوات الله عليه: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، وهذا حديث كلكم تحفظونه بحمد الله. طيب ما هو المعنى؟ نحن نحتاج دائما وخصوصا من الخطباء أن يتموا الأحاديث إلى النهاية حتى الناس تعرف معانيها. مثلا هذا الحديث أنه: وأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذا الحديث اللي دائما يردد على المنابر به تتم، لازم تكمل حتى الناس تعرف. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، حتى لا تقول كلهم، أكو بعض من يسمون أنفسهم فقهاء ومراجع، هؤلاء فسقة، هؤلاء منتحلون لمودة أهل البيت، هؤلاء ينتحلون التشيع وهم يفسدون التشيع من الداخل، منافقون. أنت يجب أن تكون واعي، فاهم، تعرف أن تميز بين الفقيه الحق، المرجع الحق، والمرجع المنتحل الذي لا تجتمع فيه شروط الفقاهة والاجتهاد والمرجعية. كذلك هذا الحديث: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، به تتمة، نحتاج إلى أن نبحثها، نتدبر فيها. قيل له عليه السلام: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا أيضا معروف ومشهور عند المؤمنين، أيضا له تتمة. قيل: يا ابن رسول الله، والقائل هو أبو الصلت الهروي، يا ابن رسول الله، فقد روي لنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من تعلم علما ليماري به السفهاء، ليماري به السفهاء يعني ليخاصم به السفهاء فيما لا منفعة فيه، هكذا، من تعلم علما ليماري به السفهاء أو يباهي العلماء أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار. أبو الصلت الهروي حينما سمع هذا الكلام من الإمام الرضا عليه السلام أنه رحم الله عبدا أحيا أمرنا وكيف يحيي أمركم يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، سأل الإمام عليه السلام أنه روي لنا عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه هذا الحديث، ما هو تفسيره؟ شنو هو الحديث؟ من تعلم علما
ليماري به السفهاء أو يباهي العلماء أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار، يروح إلى النار إذا سبب تعلمه مو خدمة أهل البيت، سبب طلبه للعلم، سبب طلبه للعلم هو هذا أنه إما يباهي العلماء أو يماري السفهاء. هنا نحتاج أولا إلى أن نفهم من هم العلماء ومن هم السفهاء في نفس الحديث الشريف. فقال عليه السلام: صدق جدي عليه السلام، الإمام الرضا يقول صدق جدي، صدق جدي الصادق، أفتدري من السفهاء؟ هذا هنا مربط الفرس. أفتدري من السفهاء؟ فقلت لا يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: هم قصاص مخالفين. خلي أوضحها هنا، أهل البيت لم يعترفوا بما يسمى علماء عند المخالفين على أنهم علماء، لم يعترفوا بهم علماء، سموهم قصاص، قصص قصص. أبو حنيفة كان يسميه أهل البيت قاص، ما يسمونه عالم. العالم هو المتبع لآل محمد صلوات الله عليه، مو المخالف لآل محمد. هذا المخالف لآل محمد عنده قصص وأساطير وخرافات، الشكل يخرط على المنبر ما عنده شيء. فهؤلاء يسمون في قاموس أهل البيت قصاص، قصاص والمخالفين، قصاص يعني جمع القاص الذي يقص على الناس. هذا الإمام الرضا عليه السلام يقول هؤلاء هم السفهاء. أتدري من هم السفهاء؟ هم قصاص مخالفين. طيب العلماء من هم؟ أو تدري من العلماء؟ فقلت لا يا ابن رسول الله. فقال هم علماء آل محمد. اللهم صل على محمد. الذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهم. زين. ثم قال أو تدري ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه الناس إليه؟ لأنه الإمام الصادق عليه السلام ماذا قال؟ قال من تعلم علما ليماري به السفهاء، يعني ليخاصمهم فيما لا منفعة فيه، فهذا إلى النار. عرفنا من هم السفهاء، يعني واحد يروح يخاصم علماء المخالفين فيما لا منفعة فيه، هذا معنى الممارات، مو أنه يجادلهم لكسر شوكتهم لإثبات باطلهم، لا، هذا أمر مستحب لا شك. هذا إلى النار، هذا صنف ممن يطلب العلوم الدينية لأجل هذا الغرض، لكي يماري به السفهاء قصاص المخالفين. صنف آخر أيضا في النار، وهو من تعلم علما لكي يباهي به العلماء. العلماء يعني العلماء من آل محمد الأئمة المعصومين صلوات الله عليه. واحد ممن أراد هذا الأمر هو أبو حنيفة. أبو حنيفة اغتاظ من الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما، فتعلم تعلم تعلم حتى ماذا؟ يباهي الإمام الصادق، حتى يظهر نفسه أمام الناس أنه متفوق على الإمام الصادق. وطالما الإمام الصادق عليه السلام أفحمه وبين له قدره، جاء أبو حنيفة إلى الإمام الصادق عليه السلام ذات مرة، فحقيقة الإمام الصادق عليه السلام يعني بتعبيرنا الدارج رزله، حقيقة رزله. قال له أنت تعلم بالتفسير؟ قال نعم أنا عالم بالتفسير. فالإمام ذكر آية وأخطأ الرجل في تفسيرها، وقدم الإمام الصادق عليه السلام التفسير الصحيح. قال له أنت عالم بالفقه؟ قال نعم. قال له قل لي أيهما أعظم، الزنا أم القتل؟ قال القتل أعظم، جريمة القتل أعظم من جريمة الزنا. قال فإذا كان كلامك صحيحا فلما الله عز وجل رضي في إثبات جريمة القتل بشاهدين، أما في الزنا لم يرضى إلا بأربعة شهود عدول، أيهما أعظم؟
الصوم أم الصلاة؟ قال الصوم، الصوم عمود الدين أعظم من الصلاة، عفوا الصلاة، الصلاة عمود الدين أعظم من الصوم. قال إذن لماذا الحائض لا تقضي الصلاة لكنها تقضي الصوم؟ قال له أيهما أنجس، لا حرج في الدين، أيهما أنجس البول أم المني؟ قال البول أنجس، لأنه للعلم المني عند المخالفين طاهر، هذا فتواهم، طاهر عندهم المني. على أي حال أيهما أنجس؟ قال البول أنجس. قال فلما أوجب الله عز وجل الغسل على من خرج منه مني دون ذلك الرجل؟ قال له يا أبا حنيفة لا تقس، لأن هذا قياس، هذا والقياس عندنا باطل، المخالفين إلى الآن يعملون به. لا تقس يا أبا حنيفة، فإن أول من قاس إبليس، لأنه قايس أنه خلقت آدم من طين وأنا خلقتني من نار، فهو يجب أن يسجد لي لا أنا أسجد له، هذا قياس اسمه، هذا اعتراض على الله وأحكام الله. فإذا من أراد أن يباهي العلماء، من أراد أن يباهي العلماء بعلمه، يعني الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم والفقهاء العدول علماء مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا لا شك أيضا في النار. يعني من يكون غرضه في طلب العلم هو أنه الناس تقول عني أنا متفوق على فلان، لا، هذا لا فائدة في علمك، يجب أن يكون طلبك للعلم بنية خالصة وهي التقرب إلى الله تبارك وتعالى لا أكثر ولا أقل، وترويج شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وولاية الأئمة من عترته الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين، هذا يجب أن يكون غرضك من طلب العلم. طيب الصنف الثالث اللي أيضا يتوجه إلى النار والعياذ بالله، من هو؟ من تعلم علما ليقبل بوجوه الناس إليه. يعني شنو؟ يعني يريد أن يظهر نفسه أمام الناس أنه عالم حتى يصير رئيس، حتى يصير زعيم، حتى يصير رهبر، حتى يصير قائد. هذا أيضا في النار بنص الإمام الصادق وتأكيد الإمام الرضا صلوات الله عليهما، من تعلم علما ليقبل بوجوه الناس إليه، يريد من الناس أن تتبعه، تقول هذا خوش عالم خلي نذهب ونتبعه، فيتسيد على الناس بهذه الطريقة، يطلب المناصب، يطلب الزعامة، يطلب الرئاسة، يطلب الشهرة والعياذ بالله. قال عليه السلام أو تدري ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه الناس إليه؟ فقلت لا. فقال عليه السلام يعني بذلك ادعاء الإمامة بغير حقها. من يقول أنا إمام، سواء إمام بالمعنى الخاص يعني كإمامة أهل البيت عليهم السلام، أو بالمعنى الذي يفهمه المخالفون يعني خليفة، يجعل نفسه خليفة في قبال أهل البيت، أو من يقول أنا ولي أمر المسلمين دون الإمام الحجة المهدي صلوات الله عليه. أسألكم بالله، من ولي أمركم؟ ولي أمر المسلمين في العالم من؟ أليس الحجة ابن الحسن؟ كيف تسرق هذه الألقاب وتذهب إلى الغير؟ على أي أساس شرعي هذا يروح؟ هذا وين؟ على أي أساس؟ على أي أساس فلان يعتبر ولي أمر المسلمين؟ كل هؤلاء أنا لا أؤمن بولايته، شنو أنا مو مسلم؟ ولي أمر المسلمين هو سيدنا صاحب العصر صلوات الله عليه، هذا الذي يدعي يقول أنا ولي أمر المسلمين، اعلم أنه مشمول برواية الإمام الرضا عليه السلام والإمام الصادق، هذا يتوجه إلى النار وبئس المصير. يعني بذلك ادعاء الإمامة بغير حقها، ومن فعل ذلك فهو في النار، هكذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه. ما المستفاد من هذه الرواية؟ تعلم علومنا
ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، قصاص المخالفين وعلماء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. قدم هذا للناس، اجعل الناس، اجعل عوام المخالفين يقارنون بين العلماء العلماء وبين هؤلاء المتشبهين بالعلماء أمثال القرضاوي وغير القرضاوي، هؤلاء القصاص. هذا كاف في أن الناس تتوجه إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا يكفي. عندك إنسان طويل وإنسان قصير، حتى تثبت للناس أنه هذا أطول من الثاني، كل الذي تحتاجه ما هو؟ تجيبهم اثنيناتهم ينبع، تخليهم ينبع أمام مرأى الناس، فالناس ستعرف فورا الفرق، تقول هذا أطول من الثاني، هذا قامته أعلى. لو استطعنا أن نوصل إلى جمهور المخالفين علوم أهل البيت ونقدم لهم النماذج الصالحة من علماء مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، لقارنوا بين هؤلاء وبين قصاصهم وأئمة جماعاتهم اللي ما عندهم غير الصياح على المنابر، ما عندهم شيء، لقارنوا، يرون العلم من أين؟ قال لئما صلوات الله عليهم: شرقوا غربوا لن تجدوا علما صحيحا إلا ما يخرج من عندنا أهل البيت. هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو المطلوب، حتى ننزع هذا الفكر أو نقضي على هذا الفكر المتطرف، الفكر التدميري الناصبي الموجود عند عوام المخالفين بفعل تأثيرات كبرائهم وقصاصهم وزعاماتهم الذين يربونهم مع الأسف على الحقد على أهل البيت وشيعتهم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وحجر وجههم ولعن أدبارهم.